خوته. لا. انت رح تعرف بس كمان بتعرف اول واحد. كل الصحف العالميه حكت عن هالاطلاله، ما بيقصروا وان تي في ولا مره. بالاغاني ما انا تاني. مايا دياب بنهايه حلقه حديث البلد عم تاخذ صور تذكاريه مع الفانز اللي اجوا يحضروها وتفاعلوا معها بطريقه رائعه. خلينا نفوت عليها هيك سربرايز من وان تي في وام تي في، نشوف شو بدهم يقولوا للفانز. مايا رح أقطش حديثكم مع الفانز، شو بتحبي تقولوا لكل الفانز اليوم اللي مرافقيني؟ أول شيء بنبسط لأنه بتفاجأ ما بيكونوا قايلين لنا إنهم جايين وبيكونوا موجودين بكل المحلات، هن الدعم والحب وكل شيء حلو بدي أقدمه يعني أو أتأخر إني أقدمه، هن ما بيخلوني أتأخر ولا ثانية، بحبهم قد ما هن بحبوني وأكثر وبتشكرهم فرداً فرداً كلهم. كلمة على السريع. بنحبك لتخلص الدنيا. أنت الدنيا كلها. احنا فخورين فيكي شو عملتي ودايما حدك. اي لاف يو. ثانك يو. انا وصغير كان بدي اتجوزك، كان عمري 3. هلا رحت عليها هلا خي بدي بلا. مايا كلنا ناطرين الالبوم الجديد، البوم يضمن 5 اغنيات ومفاجآت بس ما رح نكشفها على وان تي في وام تي في. لا لا شوفي لي واحده منهم. الخمس اغاني رح نفتحهم واحده ورا الثانيه. ثاني اغنيه هلا عم حضرها هي تقلان على مين، عم صورها قريبا مع جو بعيد وانت رح تكون معي بالتصوير. مع جو بعيد يعني في شيء جنون، في شيء اخوات، خبينا شوي. في قصه خوته. ايه شوي. جو اقترح علي مع انه انا ما كنت رايحه على قصه ابدا، بس لما اقترح هيدي القصه علي حبيتها كثير وقلت له جو اهيد. كل عمل عم تعمليه عم بيكون اوت اوف ذا بوكس، هيك بنسمع من العالم، قد ايه بيتعبك هذا الشيء؟ كثير. هذا بيتعب، هيدا بحسسك بخوف كل الوقت، قلق لشو جاي، شو بدك تحضر، شو بدك تعمل، منه شيء هين. ليك انت راضية عن طاقة إيجابية؟ كتير راضية عن طاقة إيجابية كغنية وككليب وشو شفت فايب بهالكليب الحلو الفرح المرح، يعني نيدت صراحة لأول الصيفية. سمعنا انه في ديو جديد؟ ما بعرف. مين بيعرف كريس؟ انت رح تعرف بس كمان بتعرف اول واحد. هلا انت بتعرف اول واحد. انت بتفضلي يكون دائما الديو عالمي او انترناشونال؟ لا اكيد اكيد، لانه اللي عملتيهم هيك يس وليه لا، لديو عربي ناجح كثير حلو مش غلط. مع مين مثلا هيك سمي لي اسم واحد؟ امبارح شفتك عم تعيدي راغب علام. ياي هيدا حبيب قلبي راغب، بحبه قد الدنيا ويا ريت. كنت بكان وكانت حديث الصحافه العالميه مش بس العربيه صراحه اطلالتك، اخذت اكثر من ما بتتوقعي صراحه. ايه لانه انا اشتغلت اني اكون مختلفه كثير، الفكره مع جان لوي منا عاديه، والتنفيذ على قد ما كانت حلوه الرسمه على قد ما التنفيذ كان هالقد حلو. انبسطت انه كل الصحف العالميه حكت عن هالاطلاله بهالنهار المميز بالافتتاح، منا شغله هينه وصغيره يعني، لانه في كثير ناس، في كثير نجوم عالميين وكثير كبار، قد ايه مهم وقوي انك تبين بيناتهم. خبرينا شوي عن اخر اطلالاتك بهاربر ماجازين. يعني لما اقترحوا علي هاربرز انه اعمل باترفلاي قلت انه الفراشه شوي مش كاركتيري، بس سليمي صراحه وفريق نور كمان ومن هاربر قدروا يحولوا فكرة الواتر فلاي لشي كتير بيشبه مايا، وطلعت هالصور اللي أنا صراحة مغرومة فيهم. ضميتي لشركة إنتاج هي كمان عالمية، خبرينا شوي كيف هذا التعاون؟ عشو رح يسمر وقديش رح يستمر؟ أوكي أنا اليوم ما مضيت عقد إنتاج معهم، مضيت عقد توزيع معهم، كأنه عم نحاول هيك نبلش بشي أنا وياهم، هن استلموا هيدا الألبوم وإن شاء الله هيك الطريق حلوة مع بعض، تعاون معه كتير حلو وإن شاء الله بيسمر عن قصص أكبر وأكتر لقدام. كنا عم نحكي بالكواليس قداش أنتو هيك في كامستري بتحبيها بتحبك وبتطلع الحلقة دايما حلوة. من زمان أنا وصغيرة كنت ضلني إلا لماما خديني أتفرج على طنط مايا، وهي من أنا وصغيرة عن جد معلقة فيها وهي كتير تحن علي، قال لي أنا بحسك هيك مثل بنت الصغيرة. تقريبا فارق العمر بيناتك؟ هلا في مينيموم شي 35 سنة اكيد. في شيء انا بقول في شيء 12 سنة. لا لا صالح لا صالح لا صالح لا صالح.
بقى شو لقيتوا الحلقة حلوة؟ بتجنن بوجودكم اثنيناتكم، ودائما هيك مثل ما بنحكي دائما بيكون في اجواء حلوة بيناتكم. رح نشتاق لك ورح نرجع مع مايا. شكرا كثير. نرجع اكيد مع فنانين منى، بعتقد انه في كثير ناس بحبوا انه يكونوا معها. انا بس تطلب هي مني دغري بلبني دايما لو شو ما كان. نحن انت دائما كارت الضيف الدايم، يعني انت بس يكون تكوني قادره نحن بنحب لو حلقه اي حلقه. ثانك يو ثانك يو ميرسي. وبتشيل عني شقله مع هال بما انه نحن اليوم على الام تي في وون تي في، رح نرجع نشوف مايا دياب نجمه الام تي في. مش من زمان كنت قاعدة مع مسيو ميشيل وعم نحكي جدياً، بعرف وين محلي على الشاشة وبعرف قدي بقدر أعطي للشاشة وخاصة على الام تي في. يعني هيدا التلفزيون ارتبط اسمه باسمه. ان شاء الله نقدر نعمل فكرة على قد رجعة هالقد قوية وحلوة. كلمة أخيرة عبر وان تي في وام تي في هيك لكل اللي بيحبوا مايا دياب، دائما بيتابعوها، دائما بيطالبوا بفيديوهات لك على وان. ما بيقصروا وان تي في ولا مرة أن يكونوا عم بحطوا فيديوهاتي اليومية أو قصص من سنابس من أي شيء عم بعمله. وانت مادي دسمس مالا يعني. ثانك يو ثانك يو. شكرا على المتابعة، شكرا على رأيكم الحلو دائما فيي، يعطيكم ألف عافية وبحبكم كثير. بالأغاني ما إلها تاني.